السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. نتكلم مع بعض سريعا كده في القرارات اللي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي وتأثيرها على اتحاد الكورة وموقف اتحاد الكورة من هذه القرارات، هل هيستجيب ليها؟ هل هيتم إلغاء الدوري؟ تعالوا ناخد مع بعض، نتكلم مع بعض سريعا كده نبدأ. يعني النادي الأهلي قال امبارح إنه مش هيقدر يكمل أو ممكن هينسحب من الدوري إذا لم يتم لعب مبارياته قبل بطولة أمم أفريقيا. هينسحب من الدوري لو الجولة الأخيرة ما اتلعبتش كلها في وقت واحد. هينسحب من الدوري لو الفرق المنافسة ما لعبتش المؤجلات بتاعتها قبل الجولة الأخيرة. كل دي طلبات وما عندوش مانع انه حط، طبعا حط كله في خانة، يعني زنق الكل. ما عنديش مانع ان انا العب مباراة بيراميدز خلال الفترة دي قبل الجولة الأخيرة، ما عنديش أي مشكلة. طبعا الجماعة كل معظم الناس موافقين، ما عندهمش مانع، معظم الأندية بما عدا الاتنين اللي هم ايه، الزمالك وبيراميدز ايد واحدة. زمالك مسؤولين وجماهير وبيراميدز مسؤولين، يعني ما فيش جماهير يعني زي ما احنا كلنا عارفين. فايه اللي ممكن يحصل يعني؟ هل اتحاد الكرة هيستجيب؟ أولا النادي الأهلي ما تعودناش على مجلس إدارة النادي الأهلي إن ياخد قرار ويرجع فيه. يعني لحد ما الموقف اللي احنا جربنا الخطيب ومجلس إدارته فيها، لما بيصدر بيان بياخده عن قناعة وبيدرس مع مجلس إدارته وبيطلع ويتكلم وبيعلنه للناس، فما تعودناش منه إنه يتراجع. فإحنا ثقتنا كبيرة في مجلس إدارة النادي الأهلي إنه هيثبت على كلامه. الجانب الآخر بقى، تعودنا كتير على حاجات من حنفي وتفاهة، ناس كلنا عارفينهم يعني. لكن اتحاد الكرة نفسه، أنا بوريدة هيعمل إيه؟ اتحاد ابو ريده في قدامه اكتر من اتجاه. طبعا هيعمل زي ما النادي الاهلي عايز، ده خيار، وهينفذ المسابقه وجدول المسابقه هينتهي قبل امم افريقيا. يا اما هيجي كده يقول لك احنا لغينا الدوري ده. ولغينا الدوري ده انا مستبعدها، لان لغينا الدوري هيبقى معناه ايه؟ يبقى الوضع كما هو عليه، يعني الفرق مفيش فرق هتنزل. ممكن يقول لك الدوري، يعني ممكن الفرق اللي تحت اللي صعبه تقول لك حق ان انا اصعد، يقول لك احنا 18 فريق خدوا ثلاث فرق كمان يبقى 21 فريق، يعني مفيش اي مشكله الموسم اللي جاي. لكن بالنسبه لالغاء الدوري معناه ان النادي الاهلي بطل الدوري، معناه ان الاسماعيلي الوصيف، معناه ان الزمالك يشوف له حته مكان يلعب فيه كده او بطوله على يلعب في الكونفدراليه، يشارك في الكونفدراليه. بيراميدز بخ كأن لم يكن، كأن تركي آل الشيخ فلوسه ضاعت في الهواء وفلوسك ضاعت يا صابر، كأن تركي آل الشيخ لم يشرفنا هذا الموسم، كأن تركي آل الشيخ كل الحرب اللي حاربها والهجوم اللي هاجمه كل ده كان تضيع وقت وتضيع فلوس وخلاص. بس وده مستبعد، يعني انا بستبعد ان اتحاد الكوره يعمل يعني يلغي الدوري او يلغي مسابقه الدوري علشان تركي آل الشيخ. بعد كل اللي حصل ده كله والمصاريف اللي اتصرفت والفلوس ومش عارف ايه، تيجي فجاه تقولي لي لا انا مش هشارك في اي بطوله في الكونفدراليه. يعني هو دلوقتي مرسها نفسه وكلام انه هو بيراميدز خلال سنه وصل لهدفه اكثر من هدفه وطموحه بناء على الكلام اللي كان بيقوله احمد حسن وحسام البدري وتركي آل الشيخ نفسه انه يشارك في اي بطوله افريقيه. فالنهارده لما تيجي تتكلم تقول لي لا احنا هنرجع تاني وبيراميدز كانه ما كانش موجود وتعالى نلعب من الاول وجديد، فده صعب. يعني الموضوع ده انا بستبعده مليون في المية ان اتحاد الكرة ممكن يلغي الدوري الموسم ده لاسباب اللي حضراتكم انا قلت لحضراتكم عنه. السبب الثاني او الاحتمال الثاني ده الاحتمال الاقوى، يعني الزمالك يلعب زي ما الاهلي لعب مبدا تكافؤ الفرص الضغط، ما عنديش اي مشكله. الاهلي كان بيلعب 72 ساعه كل 48 ساعه وكل 72 ساعه، انتوا لعبوا كل 48 ساعه وكل 72 ساعه، المشكلة ونخلص الدوري ونأجل بدل ما اللعيبة مثلا هينضم يوم 6 لا نأجل يوم 13 ونلغي ماتش تنزانيا. ما احنا لغيناه عشان خاطر الزمالك قبل كده، مفيش مشكلة يعني. لغينا أو أخرنا تجمع لاعيب الزمالك بسبب مباراة المقاولين قبل مباراة النيجر ونيجيريا اللي قعدوا يصرخوا وجنش حقق فيها الرقم القياسي كأسرع هدف يدخل مرمى المنتخب المصري، عارف بعد كام ثانية يعني. الواد سنتر وخدها على صدره وعدى من فتوح ده بتاع نادي الزمالك وراح شايطها.
راح مخلص على كل حاجه يعني. جينيش دخل موسوعه جينيس في الارقام القياسيه كاسرع هدف بالنسبه للمنتخب المصري يعني. يدخل فيه وقعدوا لعبوا جد ما كنتوا قاعدين. المهم ما علينا بكل هذا الكلام وكل هذه. المهم نرجع بقى نتكلم عن بعض الانديه اللي ساندت النادي الاهلي. في انديه كتير ساندت النادي الاهلي، ولو اتكلمنا خدنا اراء الانديه هنلاقي من ال 18 نادي، نادي الاهلي هو ال 18 يعني 17 نادي غير النادي الاهلي، ممكن نلاقي 15 13 14. لكن المؤكد ان بيراميدز والزمالك غير راضين عن هذا القرار. فتعالوا ناخد بعض الانديه اللي اتفقت مع النادي الاهلي. يعني النهارده سموحه فرج عامر اللي كان لسه بيتكلم وبتاع ومش عارف يهاجم النادي الاهلي وبتاع، لا فرج عامر بيأيد قرار مجلس اداره النادي الاهلي ومتضامن وملتزم بما جاء في بيان لا اصدره مجلس اداره النادي الاهلي. واعلن فرج عامر ده، فرج عامر يعني تضامنه مع مجلس اداره النادي الاهلي ده صراحه، كتب من خلال صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سموحه يعلن تضامنه مع ما جاء ببيان النادي الاهلي، والذي يؤكد على ضروره عداله المنافسه والتعامل مع مبدا المساواه. يعني ادي سموحه متفق تماما مع كل اللي قاله مجلس اداره النادي الاهلي. الانتاج الحربي رفض خالد مهدي المشرف العام على فريق الانتاج الحربي استكمال مسابقه الدوري بعد اقامه كاس الامم الافريقيه. الانتاج الحربي متضامن مع النادي الاهلي، واضاف المشرف العام بفريق الانتاج الحربي في تصريحات له صباح السبت: لابد من انتهاء مسابقه الدوري قبل بدايه كاس الامم الافريقيه. ليه؟ قال لك اذا اراد الاتحاد المصري لكره القدم اقامه باقي المباريات بعد البطوله الافريقيه ستحدث ازمه لنا، نظرا لانتهاء عقود بعض اللاعبين بنهايه الشهر المقبل بجانب عوده اللاعبين المعارين لانديتهم. كلام منطقي وكلام عاقل، مش عشان مصلحه نادي الزمالك ادمر بقيه الفرق. بقيه الفرق عندها اسبابها المنطقيه انها تخلص الدوري قبل نهايه الموسم، قبل نهايه امم افريقيا. ازاي يعني الفرقه زي انتاج الحرب دلوقتي، انا اللاعب مثلا متعاقد معايا لحد شهر 6، في لعيبه عقودها جاي اعاره، في لعيبه عقودها تنتهي في شهر 6. طب خلص شهر 6 اعمل معاها انا ايه بقى؟ يعني الدوري خلص المفروض يعني اقول له امشي، واللعيبه اللي عندي ممكن ما يكملوش فريق، ولو كملوا فريق انا محتاج بونط او محتاج بونطين او بلعب مثلا ان انا عايز اعمل حاجه. الفرق اللي موجوده عندي او اللعيبه اللي باقيه عندي ما كانتش بتلعب بتشارك طول الموسم، وجا اخسر اشاركهم، اخسر يعني بونط علشان خاطر عيون نادي الزمالك. واكمل: نريد انهاء الدوري قبل كاس الامم حتى نحصل على فرصه الحصول على راحه سلبيه بجانب الاستعداد الموسم الجديد، سواء من خلال المعسكرات او الصفقات. وده الطبيعي وده المنطقي. انما خالد الغندور امبارح يقول لك 10 سنين مع الدوري المصري كله، كل الانديه 10 سنين ما احنا ما خدناش راحات. ليه؟ كل الانديه بتشارك في كاس دوري ابطال اوروبا افريقيا، كل الانديه بتشارك في الكونفدراليه. انت من السنه اللي فاتت طلعت من الكونفدراليه بدري بدري، اللي قبلها تقريبا ما شاركتش في اي حاجه خالص، يعني فين ال 10 سنين انت بتشارك؟ المهم ده دلوقتي عندنا سموحه والانتاج الحربي في حرس الحدود كمان. حرس الحدود شدد مشهور احمد المدير التنفيذي لنادي حرس الحدود على ان ناديه متمسك بانهاء مسابقه الدوري قبل انطلاق كاس الامم الافريقيه. وتابع المدير التنفيذي بنادي الحرس في التصريحات لقناه النادي الاهلي: نتمنى اقامه المباريات المؤجله في مواعيدها لتحقيق مبدا العداله وتكافؤ الفرص بين جميع الانديه. نريد اقامه مباريات الجوله الاخيره في توقيت واحد. واضاف: من مصلحتنا ان تنتهي الدوري ان ينتهي الدوري قبل امم افريقيا، لان تاجيل المباريات سنحصل من خلالها على راحه سلبيه 55 يوم دون فائده. هيبقوا موجودين، لا هم عارفين يعملوا معسكر ولا هم عارفين يجيبوا صفقات. هيبقوا حارس بيقول لك 55 يوم راحه سلبيه، نبقى قاعدين ما بنعملش اي حاجه، ونبقى بقى نرجع من الراحه والركنه دي كلها، نبدا من اول وجديد الفورمه، نرجع مفيش فورمه مفيش الكلام ده، باظ 55 يوم. انا ما استفدتش يعني، لا اللعيبه قلت لها اقعدوا اجازه، خدوا اجازه شهر ولا بتاع بعد كده نرجع، ولا عملت اي حاجه. المقاولين العرب، قال محمد عادل المشرف العام على فريق الكره بنادي المقاولين العرب ان اتحاد مصر كره القدم ولجنه المسابقات وضع نفسهم في مازق بعد التفريط في تاجيل عدد كبير من المباريات بدون داعي، طبعا لنادي الزمالك بدون داعي. يعني ليه هاجل الانتاج الحربي؟ كان في تعهد ان الانتاج الحربي يتلعب يوم 15 قبل، يعني كان متاجله كمان وقال لك هيلعب يوم 15، اجلته ليه؟ ما كان لسه قدامه فرصه قبل نهضه البركان. واضاف المشرف العام على فريق المقاولين في تصريحات على شاشة: لو حدث تأجيل مباراة من المباراتين لن يكون مقبولا، نريد الحصول على راحة من أجل الموسم الجديد والقيام بصفقات جديدة. بالطبع الزمالك في ورطة بسبب كثرة المؤجلات التي يمتلكها وضيق الوقت نظرا لاقتراب انطلاق كأس الأمم.
وضع عادل حالة لإنهاء هذه الأزمة خلال إقامة مباريات الفرق التي تصارع على الهبوط قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية. وأنهى هناك حل آخر هو تأجيل إقامة معسكر المنتخب، وهذا لن يؤثر على الاستعداد حتى سيتم التأجيل 3 أيام فقط، لكن في حالة حدوث أي إخفاق سيخرج المسؤولون عن المنتخب ويحملوا المسؤولية على تأخير المعسكر وسوء الاستعداد. الناديين المعترضين طبعا هو نادي الزمالك زي ما قلت لحضراتكم ونادي بيراميدز، وهنيجي في فيديو من الفيديوهات لاحقا يعني هنتكلم عن اللي قاله أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم بيراميدز. ناس حشرة نفسها في أي حاجة وجاية في أي حاجة وعايزة شهرة وخلاص. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي، ونتمنى جماهير النادي الأهلي تفضل داعم خلف مجلس إدارة النادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم إن في هاشتاج ادعم قرارات الأهلي من امبارح للنهارده ترند على موقع التدوينات القصيرة كلها بتساند الخطيب في قراراته. أتمنى التوفيق للخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي والنادي الأهلي فيما هو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.